بسم الله صديقي علاء صديقي احمد، هذا الثعلب المكار عم بيسرق سيارتكم الكبيره. يا حميدو، هذا الثعلب عم بيسرقنا سيارتنا، شو لازم نعمل؟ يا الله تروح السياره من ايدينا. احكي هذا الثعلب بعرفه مع ليلى، شو جابوا لعنا على الحديقه يا بابا؟ لازم نلحق سيارتنا بسرعه، لهيك امشي معي بسرعه. امشي 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 بسرعه. احمد لا تخاف، هي معنا توم المتكلم بيساعدنا، وحتى اذا الثعلب حاول يهجم علينا انت بتضربه بفرد الفقاعات. يلا يا علاء بسرعه قبل ما يهرب الثعلب المكار. يلا امشي بسرعه، يلا بسرعه من السياره. كهنه كهنه الثعلب المكار. يا الله وقف عندك ونزل، ماني مخليك تمشي، ماني مخليك تمشي. يا الله علاء، احمد طلع الثعلب المكار، طلع شكله. وانتبه لا يقرب علينا ويعمل لنا شيء. الثعلب المكار، شو بدك من سيارتنا وليش وقفت تاخدها؟ انت عم تسرق سيارتنا ولا شو؟ احمد انتبه، انتبه منه، لا تضحك لاني هذا رح يقتلنا هلا. يا ثعلب لاخر مره عم بقول لك انت لازم تنزل من هون، والا رح اضربك او رح اخلي توم المتكلم يعضك. بابا طلع هذا كيف صافن فينا هيك؟ شو بده مننا؟ ليش هيك صافن فينا لك احمد؟ شو لازم نعمل؟ انا خايف لا تضرب بالفرد. يا بابا اذا اضطر الامر بضربه بالفرد، ليش لا؟ طيب يعني هلا لا لكن هزم. هرب الثعلب علاء، هرب الثعلب المكار، لازم نلحقه. هرب الثعلب المكار، دخل جوا الغابه، ضاع الثعلب. لا انا شو خبرتك؟ قلت لك، انا قلت لك انه رح يضيع مننا، لازم نكمشه. انت عم تحكي لي لا؟ لازم نتبعه يا علاء لحتى نلاقيه. يا الله، بس قبل ما نتبعه بتعرف بدي المتابعين يحطوا لايكات كتير لهذا المقطع ويشتركوا بالقناة. الكل هلأ يحطوا لايك ويكتبوا لي يا علاء روح اكموش الثعلب. ايه خلي يدعو لكم بالتعليقات لألك ولحميد الحلو. جاهز يا احمد؟ جاهز؟ جاهز؟ ها عفول جاهز؟ حميدو بطل ما بيخاف. حميدو يلا خلينا نروح في رحلة البحث عن الثعلب المكار. الله حميدو ندور عليه. انا بروح من هون وانت روح من هون ونلتقى بالنص، تمام؟ ايه يلا تفرقوا، يلا روح. علاء راح من هون، حميدو انت من هالطرف لازم تروح، من هذا الطرف لازم تروح. يلا روح حميدو، احصر على الثعلب المكار. هيا يلا المتابعين بحبوك، لا تخاف. حميدو خايف يا متابعينه، حطوا لايكات للفيديو مشان يتشجع. حميدو البطل عم يبحث عن الثعلب. حميدو شاف شيء؟ ايه علاء، حميدو لقى اثر للثعلب المكار. بابا تعب بسرعه، تعب ساعده تعال. وين لقيته؟ هذاك الطرف؟ لا هون علاء، لقى الثعلب هون، لقى اثر لإله. بتعرف انا شو خايف؟ انا خايف يا احمد يكون معه رفقاته للثعلب، تكون معه ليلى كمان، ليلى تكون معه ويهجموا علينا كلياتهم. انا برايي يا علاء لازم نتبع اثره لحتى ما نلاقيه، يعني نتبع شيء يكون وقع منه. يا الله شفت حميدو؟ مين هذا الضرب؟ شفت اللي طب الطابة؟ احمد مين ضرب الطابة؟ لا هي اكيد خطط الثعلب المكار. نحن لازم نستعين بتوم المتكلم. يلا احكوا مع توم المتكلم. احمد مالنا غير توم المتكلم بيساعدنا وبيرجع لنا مفتاح السيارة من الثعلب، تمام؟ وخلينا نسمع شو بده يقولنا. اول شيء رح اسلم عليه. سلم عليه انت كمان يا احمد. مرحبا يا توم المتكلم، ارجوك اريد ان تخبرنا اين الثعلب. الثعلب يلي عم تبحثوا عنه هو عندكم بالحديقة، واجا ليسرق سيارتكم، انتبهوا منه كتير، لهيك روحوا لحقوا حالكم بسرعة قبل ما يعمل لكم شيء. يا الله الثعلب هون عنده بيت عنا في الحديقة. يا بابا انا بلشت اخاف من هذا الثعلب، بدي المتابعين يشجعوني ويحطوا لايك. يا جماعة لحتى تشوفوا عم بيقول، يا اخواتي عم بيقول لحتى تلاقوا بيت الثعلب لازم تحطوا لايك لهذا المقطع ضروري وتشتركوا بالقناة. ايش بك علاء؟ هذا شو احمد؟ بسم الله، هذا حذاء الثعلب، حذاء الثعلب المكار. هذا حذاء الثعلب لك احمد. يا الله شو حذاء الثاني؟ وهذا بيته الثاني، حذاء الثاني علاء كوكو، حذاء الثعلب الثاني. لازم نتبع الاثر، لازم نتبعهم لحتى نوصل. احمد هي صاروا معي حذائين الثعلب، ما راح ارجعهم لحتى يرجع لي مفتاح السياره. هلا فينا نتبع علاء اللغز لحتى نوصل لمنزل الثعلب المكار. يلا خلونا نمشي يا مغامرين. يلا بدي يدعي لنا ويحط لنا لايك. لا تخافوا انتم المتابعين معانا راح يحطوا لنا لايك. بيت الثعلب المكار، هذا هو بيته احمد، هذا هو. ايه بابا شفته منزل الثعلب المكار. شو لازم نعمل احمد؟ بطل علاء ما بيخاف احمد، انت معك الفرد بطل سبونج بوب، ما فردر هو اللي رح يخلصنا. نعم انت هجوم عليها. يلا وانا وراك. يلا امشي حميدو معاه فرد سبونج بوب. حميدو بطل ما بيخاف مثل المتابعين. روح هيا يلا هيا يلا.
بابا انتبه انت والمتابعين لا يعمل لنا شيء الثعلب هذا. الثعلب المكار هذا هو. يا الله احمد مو خايف ابدا، عم بيقرب بسرعه. احمد قوي انتبه. مواجهة قوية. علاء سلع مفتاح السيارة، بدنا سيارتنا. طلع انت واحد ونحن واحد اثنين ومعنا توم المتكلم، نحن ثلاثة عليك، منضربك ومناخد منك كل شيء ومنطلعك بالبيت. عطينا مفتاح السيارة بسرعة لحتى نروح ونتركك هون. يلا واحد اثنين ثلاثة. ما رايعطينا المفتاح. أنا الثعلب صديق ليلى، جيت لهون لحتى أسرق منكم السيارة تبعيت أحمد، وإذا بدكم تبقى السيارة عندكم لازم الكل يحط لايك. حطوا لايك لهذا المقطع لحتى تعطينا المفتاح. أيوة بالضبط، وإلا كمان رح أسرق أحمد. طب أنا بتحداك إنه متابعينا رح يحطوا كل اللايكات مشان يرجعوا لنا السيارة، متابعين حميد البطل ومتابعين علاء البطل، مشان نرجع مفتاح السيارة من الثعلب الكل يحط لنا لايك.